السلام عليكم. الحاجات الجديدة في اذكار 2020 ان انا لو جيت في كولبريت وقلت له دي دبليو جي كومبير بيبدأ يجيب لي لوحة تانية وابدأ اشوف المقارنة بينهم. يعني ممكن يكون ايه، لقيت اللوحة موجودة 3 4 مرات وعايز اعرف ايه الفرق بينهم، فاجي هنا هختار مثلا اللوحة ديت واقول له اوبن، فبيبدأ يجيب لي الحاجات اللي فيها اختلافات بين اللوحة ديت واللوحة التانية اللي ممكن بالنظر ما تقدرش تاخد بالك منها. فتقدر تيجي هنا وتقول له نوت ان كارنت درون، يعني اللوحه اللي انا فاتحها دلوقتي ما فيهاش الجزء دوت. طيب اللون الاخضر اونلي ان كارنت درون، دي موجوده في اللوحه اللي انا فاتحها دلوقتي ومش موجوده في اللوحه الثانيه. لو احنا جينا هنا هنلاقي ان انا عملت امر موف بس كده في اللوحه دي. وبتقدر لو في اي اختلافات تبدا ايه ينقلك بينهم بحيث تكتشف المشاكل وتكتشف انهي واحده فيهم اللي كويسه. لما تخلص خالص بتدوس على علامه الصح ديت، تبقى انت كده خلصت المقارنه بين اللوحتين. طيب لو انا عايز حاجه من اللوحه الثانيه هقول له انا عايز اعمل امبورت اوبجكت، تمام. هقول له انا عايز مثلا الحاجات ديت اهي، يبدا يجيبهم لي من اللوحه الثانيه للوحه اللي انا موجود فيها، تمام. وتروح دايس انتر فخلاص بقت موجوده عندي، فعشان كده لغى الحاجه دي. ممكن تقول له انا عايز سناب شوت، يعني اعمل لي اكسبورت سناب شوت للشغل اللي موجود، فيبدا يتصدر لي الحاجه اللي احنا شغالين عليها.